حي العمال في محافظة رفحة شمال السعودية يزهو بجمال احتضان عمال شركة التابلاين قبل 7 عقود، وهو شاهد على نشأة المدينة الحالمة. مرابع هذا الحي كانت شاهدة على طفولة وشباب أسماء خرجت منه لتصبح اليوم أعلاماً بارزة في السعودية، منهم جراح الطب الرياضي الدكتور سالم الزهراني، ووزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي. عشت أكثر من 60 سنة في هذا الحي، هذا بيت محمد موسى العلاوي عمدة رفحة، وهذا البيت الذي خلفي هو بيت الحمدان أبو معالي الوزير وزير الخدمة المدنية، وفي هذا الممر الضيق الذي ترونه هو بيت البروفيسور سالم الزهراني، ومن خلفه الفريق سعادة الفريق بلوي. كان حي العمال بيوتا من الطين، وشهد أحداثا لن تغيب عن ذاكرة أهله القدامى، كالسينما وألعاب البلياردو ودخول وجبات الهمبرجر، واعتاد سكانه على تحليق الطائرات في منطقة لم تعرف وقتها السيارات. كان أحد سكانه سليمان الشقحة يدير برج المراقبة باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وللغربيين حضور في هذه المدينة الصغيرة، المهندس الهولندي توني فيرهوفن غادرها قبل نصف قرن إلى بلاده. هل شاهدت كيف بنى السعوديون بلدهم خلال 45 عاما؟ إنه لأمر مذهل. عندما كنت في رفحة لم يكن هناك سوى بعض البيوت الطينية، والآن أصبحت مدينة كبيرة. 7 عقود مرت بحي العمال، رحل عنه بعض ساكنيه محتفظين بذكراه، ومنهم لا زال متمسكا به. مسافة تستحق الوقفة، ومساحة من الذكريات روتها خطوات عاشت حكاية الأمس البسيط، يتحدث عنها اليوم كل معلم حديث. من محافظة رفحة جزاعا ماصي العربية. We'll be right back.